مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري المسائي. إلى أولى مواضعنا لنهار اليوم، بعد تسجيل 16 حالة في جنوب البلاد، احتمال ومخاوف قائمة بشأن انتقال الدفتيريا إلى مدن الشمال وفق ما حذر منه وتحدث عنه الخبراء في الصحة. هذه المخاوف تأتي خاصة في ظل تراجع عملية التلقيح هذه السنة بشكل كبير وفق المختصين وقطاع الصحة. بالعودة إلى الحالة المسجلة، أغلب الحالات هي لرعاية أجانب من دول مجاورة غير ملقحين يعيشون بضواحي تمراسة وفق ما أفادت به وزارة الصحة. للدفتيريا مضاعفات خطيرة خاصة على الأطفال وفق المختصين، لكنه يصيب كل الفئات العمرية. تقول وزارة الصحة إنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات بشكل عاجل من أجل تفادي انتشار هذا المرض في مدن أخرى غير المناطق التي تم اكتشاف الحالات بها. تقول الوزارة إنه قد تم التكفل بجميع الحالات على مستوى الهياكل الصحية وإنشاء خلية أزمة لمتابعة الوضع هنالك. تقول الوزارة كذلك تعزيز المراقبة وإجراء تحقيقات حول الحالات، وأنه قد تم توفير كل الأدوية واللقاحات اللازمة. للحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع، دعونا نربط الاتصال بالدكتور محمد ملهاج الباحث في علم الفيروسات والأستاذ السابق في علم الجراثيم بجامعة الجزائر. مساء الخير دكتور، أهلا بك. مساء النور سيدتي. أهلا بك دكتور. بداية حدثنا، عرفنا ما هو داء الدفتيريا أو كما يسمى بالخناق. بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مشكورين على الاتصال. نتكلم على موضوع اللي ثار كلام كبير هذه في المدة الأخيرة، يعني في 24 ساعة الأخيرة، حول داء الخناق اللي ماهوش موجود في الجزائر الآن. هذا ناتج لعمليات التلقيح الواسعة اللي عمت الجزائر بعد الاستقلال، وناتج للبرنامج الوطني للتلقيح، لو كالوندغي ناسيونال دو فاكسيناسيون. الآن هذا الوباء أظهر، وهو نعرفوه أولا، هو داء الخناق أو الدفتيريا، يتسبب فيه بكتيريا. هذا البكتيريا واللي تختلف عن الفيروس يعني تعطي مجموعة من الأعراض اللي ممكن نلخصوها في عجالة. أعراضها هو أولا وجود أو ظهور غشاء رمادي يغطي الحلق واللوزتين، وهذا الغشاء الرمادي هو عبارة عن السموم التي تفرزها هذا النوع من البكتيريا. كذلك هذا البكتيريا تسبب التهاب الحلق وكذلك بحة في الصوت. السموم البكتيريا اللي تنتشر في الدم وتنتشر في الجسم ممكن أنها تسبب التهابات في العقد اللمفاوية على مستوى الرقبة، وكذلك هذا السموم ممكن أنها تصيب الجلد كذلك، وكذلك تسبب تشنجات عضلية إذا كان ما فيهاش يعني ما كانش عناية طبية مستعجلة. عندنا دكتور محمد دون الحمى اللي في كل مرة تكون حمى، لما يكون التهاب يكون حمى. طيب دكتور محمد ملهاج، لاحظت أنك تقول بأنه بكتيريا ليس فيروس، ما هو الفرق ما بين الداء الذي يسببه الفيروس، تسببه الإصابة بالفيروس خاصة بالنسبة للجهاز التنفسي، وداء تسببه البكتيريا؟ بالنسبة هناك فرق كبير بين الفيروسات والبكتيريا اللي نسموها الميكروبات، يعني يسموها الجراثيم بكل واحد كيف يسميها. بالنسبة للبكتيريا هي وحيدات خلية، يعني عندها خلية عندها النظام تاعها مستقلة، يعني ممكن أنها تعيش بدون
اللجوء الى التطفل، بينما الفيروسات عندهم مود دو في دو بارازيتيزم اوبليغاتوار، يعني عندهم التطفل الاجباري على الخليه. هذا هو الفرق اللي يكون من بيناتهم. الان على مستوى العلاج، وكان هناك مفهوم غالط أن الناس في بعض الاحيان لما تكون عنده التهابات تنفسيه، وهذا كنا في كل مره سواء في الانفلونزا ولا في كورونا، يروح يجيب المضادات الحيويه. المضادات الحيويه فعاله ضد البكتيريا والجراثيم وليست فعاله ضد الفيروسات، يعني هذا اهم الفوارق اللي موجوده بين البكتيريا وال ناحيه الخطوره ربما من ناحيه الخطوره التي نعم الخطوره كل على حسب اولا المنطقه اللي يصيب فيها وعلى حسب نوع البكتيريا ولا نوع الفيروس. احنا عندنا في الالتهابات التنفسيه في بعض الاحيان الواحد يكون عنده التهاب بكتيري سبب له عن طريق البنوموكوك، يعني هو التهاب بكتيري، ولكن الالتهابات الفيروسيه كذلك موجوده. عندنا الالتهابات كنا نشوفوا في كورونا دير التهاب تاع الجهاز التنفسي، هناك السفلي، هناك الانفلونزا الموسميه دير الالتهاب تاع الجهاز التنفسي السفلي، يعني تقيس الرئتان. عندنا لو فيروس دو غيب، يعني تاع نزله البرد، هذا الفيروس بانال ممكن انه يقيس الجهاز التنفسي العلوي. هناك فيروسات تصيب جهاز لو تيوب ديجستيف، يعني الجهاز الهضمي، وهنا تختلف الفيروسات حسب نوعيتها وحسب المكان وحسب درجة الخطورة وحسب التعقيدات. كذلك هنا نشوف ربما يتساءل الواحد في بعض الأحيان الطبيب يمد مضادات حيوية مع التهاب فيروسي، وهنا للحماية فقط، يعني المضادات الحيويه يعطيها الطبيب بوغ ايفيتي لي سور انفكسيون، يعني التعقيدات اللي تتسبب عندها، لان لما يضعف جهاز المناعه فان الجسم يصبح ضعيف ويعطي فرصه للبكتيريا للتكاثر. يعني هذا الفروقات بصفه عامه. يبقى التشخيص والتفريق بينهم، الوحيد المؤهل لهذا هو الطبيب المعالج. هل الطبيب المعالج يتمكن من اكتشاف يعني الحالات مباشرة، أو أنه ربما مثل ما شهدنا في كورونا مثلا هناك تحاليل معينة نتمكن من خلالها من اكتشاف الإصابة؟ الآن لما نتكلم عن الدفتيريا، الآن الدفتيريا أول شيء يجي الطبيب يعني ممكن أنه يكتشفها، يعني ويبدأ بالعلاج مباشرة سواء عن طريق الأمصال أو عن طريق المضادات الحيوية. فيروسات أخرى يصعب التفريق بينها، أو بكتيريا أخرى بين الفيروسات والبكتيريا، هنا الطبيب يكون مجبر لإجراء تحاليل. أسألك عن الدفتيريا دكتور محمد ملهاج، هل الكشف يكون من خلال الأعراض فقط، أو أنه لابد من إجراء بعض التحاليل التي تؤكد الإصابة؟ نعم، التحاليل يجب ان تقام، لان الالتهابات التنفسيه ممكن تكون اينونجين، يعني اينونجين ما نقدرش نفرق بين اينونجين فيرال ولا اينونجين بكتيريان في ساتران، يعني اذا بقات مده الطبيب يكون مجبر باش يدير ان اكزامان سيتو بكتيريولوجيك دو لا غورش، يعني بريلفمون باش يعرف النوع تاع البكتيريا ويعطي لها النوع تاع المضاد الحيوي الملائم. لان كنا تكلمنا ومعاك في نفس البلاطو تكلمنا على لا ريزيستونس او زونتيبيوتيك، يعني مقاومه المضادات الحيويه. هنا الطبيب على هذه في كل مره كنا نتكلموا على المضادات الحيويه ونقول لهم حذاري من التطبيب الذاتي، يعني لوتو ميديكاسيون، لان ممكن انك تقضي على الجراثيم النافعة عندك، وممكن أنك يكون ما عندكش التهاب بكتيري، عندك التهاب فيروسي، وبالتالي رك يعني أدير في الدواء بدون جدوى، يعني بدون فعالية. نعم، المضادات الحيوية هذه تصبح بدون فعالية، وبالعكس هي ضارة. أنا ذكي في كل مرة ننصح في مثل هذه الحالات باستشارة الطبيب المعالج. طيب، هناك مخاوف دكتور محمد ملهاج من أنه الحالات تنتقل إلى الشمال. بداية دعني أسألك، ما مدى سرعة انتشار الدفتيريا؟
بالنسبه للبكتيريا هذه سريعه الانتشار حسب المنظمه العالميه للصحه، وتنتشر عن طريق الاتصال المباشر من المصاب عن طريق الرذاذ والسعال، واذا كان يعني المصاب هذا اذا انتقل للشمال ممكن انه ينقل العدوى معه ويعني ينقلها ويخليها في الاماكن حتى الاماكن، ويشرب الاكوخ اللي يشرب بها، الملابس، الى الرذاذ لما يسعل لما يعطس، هذه كلها من اسباب العدوى، يعني من كطرق انتقال العدوى. لاحتمال وصول مثل هذه الامراض للشمال وارد، يعني وارد لانها ما عندناش حواجز، وعلى هذه في كل مره كنا نطالبوا بتشديد الرقابة على الحدود، لأن هذا الأمراض هذه جايتنا من دول الجوار، الدول الإفريقية، يعني من دول الجوار لأقصى الجنوب دول الساحل، وهنا نعرف هذه المناطق بأن في يعني البرامج تاع التلقيح فيها ناقصة، وهذا راجع الى الاضطرابات اللي تعيشها هذه الدول وكذلك الى نقص الموارد. طيب بما انك تحدثت عن التلقيح دكتور ملهاج، العفو منك، تحدثت عن التلقيح، للاسف كما قلت برامج التلقيح قليله في هذه الدول، في نقص في برامج التلقيح، لكن للاسف في الجزائر هناك برامج للتلقيح، هناك دعوات وحملات تحسيسيه وتوفير للقاحات، لكن للاسف كانت وزاره الصحه وكنت قد تدخلت معنا يعني في موضوع سابق وحذرتم من مخاطر عدم الذهاب للتلقيح، فيه تراجع كبير في نسبة التلقيح في الجزائر، ما مدى خطورة أو إمكانية انتشار هذا الداء تحديدا الدفتيريا في ظل تراجع التلقيح في البلاد؟ احنا هنا تعطيني فرصة باش نعاود نأكد ونذكر على ضرورة التلقيح، وهناك رزنامة وطنية للتلقيح. نعم. هذا التلقيح هنا في الجزائر موجود. نعم. ويعني ومجاني كذلك وإجباري، يعتبر إجباري، وهنا نشوف بأن الأضرار تاع التهاون في عملية التلقيح تظهر بعد مدة، يعني ما تظهرش. هنا نشوف بأن هذا الدول وأغلبية الدول، وهذا ما ذهبت إليه منظمة الصحة العالمية، أنها أثناء جائحة كورونا بعض الدول تناسات أو تنازلت يعني نوعا ما عن برامجها في التلقيح، واليوم يظهر هذا، يظهر لنا يجي من إفريقيا. ولكن إذا كان اليوم هذا الناس اللي ما همش ملقحين في الجزائر هم معرضين أكثر من غيرهم للخطر. طيب هل هذا الداء يصيب، يعني يقال انه قديما كان يسمى بقاتل الاطفال دكتور ملهاج، هل الخطوره فقط ربما تكمن في امكانيه اصابه الاطفال او انه حتى بالنسبه لكبار السن؟ يصيب الجميع، يعني ماهوش للاطفال، وشنو هو ياثر على الاطفال؟ والتلقيح يكون عند الاطفال اولا. يعني البرنامج يكون عند الاطفال وفيه جرعه اولى، جرعه ثانيه، ثالثه، رابعه، وخامسه. يعني بروميير دوز، دوزيام دوز، اي دي رابيل. طيب بالنسبه لكبار السن هل هناك حاجه؟ نعم، اذا كان ممكن استدراك، يعني ممكن استدراك هذا حسب المنظمه العالميه للصحه، ممكن انه يستدرك التلقيح لتفادي الاصابه ولتفادي التعقيدات، لان هذا الداء اذا كان به فيهش تكفل طبي سريع ممكن انه يفضي الى الوفاه. قلت استدراك دكتور ملهاج، بمعنى انه الاشخاص ربما الذين تلقوا سابقا تلقيح ضد الدفتيريا لا داعي لاعاده التلقيح؟ لا، هو نورمالمون هي انيميونيزاسيون افي، ماهوش داعي. يعني لما الانسان يكون ملقح وخضع كل الجرعات، وشنو هو كاين هناك نقص في بعض الحالات، كاين الناس اللي داروا جرعه واثنين يعني لازمهم تذكير، لازمهم تجديد التلقيح او سيكوسكونابيل ان غابيل. نعم. طيب نصائح أخيرة دكتور ملهاج قبل أن نختم هذه الفقرة، نصائح يمكن تقدمها ربما للمشاهد من أجل أنه نسيطر على هذا الداء ونمنع انتشاره أكثر، تفضل. احنا أول شيء دائما ناخذ إجراءات السلامة والوقاية الأولية. أول إجراء اللي لازم نكونوا ملقحين ونتأكدوا بأن أبنائنا ملقحين. ثانيا، الانسان اذا كان مصاب هذا نعرفه، يتعرض الى العزل اذا كان اكتشفته السلطات الصحيه، ويتعرض الى العزل مباشره،
ويتكفل به. اذا كان كنعرفوا باللي شخص ممكن ان يعني ان بعده، وكذلك ناخذ الحيطه والحذر منه. يعني الاجراءات المتخذه في الثقافه الصحيه لازمنا ناخذ هذا، ولكن تبقى الوقايه خير من العلاج، والوقايه احسن وقايه هي التلقيح. وهنا ما نتكلمش على الدفتيريا فقط، لانه لاحظنا مؤخرا بعض الناس في شبكات التواصل الاجتماعي بدات تشكك في عمليه التلقيح، وبدات تظهر بعض يعني تخوف، وتظهر بان التلقيح ممكن يكون عنده عواقب وخيمه، لي رياكسيون كروزي اكسيتيرا. دونك احنا هنا تعطينا فرصه باش نقولوا للناس لازم يلقحوا خاصه ضد هذه الامراض. هناك برنامج وطني مجاني. شكرا جزيلا لك دكتور ملهاج الباحث في علم الفيروسات والاستاذ السابق في علم الجراثيم بجامعه الجزائر، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك. شكرا جزيلا.